قبل ما أبدأ كلامي أصلي على النبي الغالي، أنت الكريم يا رب. عمري ما اتحركت إلا بإذنك، وعمري ما نسيت إني بأمرك. أنت الكريم يا رب. نفسي أعيش وآكل عيش، بس بشرط يكون بالحلال. عمري ما وقفت على الناصية، وعمري في يوم ما عكست جارتي. أنا شاب مصري أصيل، ومهما يكون أنا ابن الأصول. نفسي أشوف بر الأمان، بس يقولوا لي بيركبوا له منين ويروحوا له فين. قبل ما عمري يعدي، أنا شعري شاب وأنا لسه شاب. على فكرة عمري ما نسيت حلمي، وهفضل محافظ عليه. أنا شاب مصري أصيل. يا ما صدفت وشفت أصحاب ما صاحبتهمش. عارف ليه؟ يمكن يكون علشان ما أمنت لهمش. أصل الأمانة يا صاحبي بقت صعبة اليومين دول، أصلها بقت مليانة تعابين وعقارب. أنا شاب مصري من السيدة زينب، من بولاء أبو العلا، من إمبابة، من بولاء الدقرور، من شبرا، من كل أحياء مصر. أنا مصري أصيل، بس للأسف شعري شاب وأنا لسه شاب. أصل اللي شفته كتير، ناس بتخون وناس بتموت، وناس بتقون وكله يهون. صبرت ياما، واللي يصبر ينول. بس هنصبر لغاية إمتى؟ عايزين نقول بلدنا فيها حاجات حلوة وفيها حاجات وحشة، وهو الحال دايما لازم تلاقي حاجات حلوة وحاجات وحشة. زي ما في سكر في ملح، ده تسكر بيه وده تحدق بيه. أول امبارح نزل فيديو، وبرجع أقول لكم إن السوشيال ميديا والتليفون المحمول والكاميرا المحمول دي بقت حاجة عجيبة جميلة. عارف ليه؟ بتخليك تشوف حاجات ما شفتهاش قبل كده، حاجات عمرك ما كنت تشوفها لو ما كانش الموبايل ده موجود. ده بيدلل ان في كوارث وفي بلاوي حدثت وما عرفناهاش وما شفناهاش قبل كده. في فيديو نزل، يا ريت الاعداد ينزلوا لنا الفيديو. الفيديو بقى نشوف كده الفيديو كده يا جماعه. المقرف ده، ده فيديو مقرف، فيديو مقرف، فيديو مش كويس، مش محترم. انا بعرضه وانا بتاسف للساده المشاهدين، والله والله بعرضه وانا بتاسف. بس عاوز اقول لكم ده واقع. انا لسه كنت بقول في شباب اصيل عمره معاكس جارته وبيحافظ على بلده ودايما محافظ على القيم والاخلاق مهما كانت الظروف ومهما كانت الاحوال. الفيديو لسيدة إفريقية كانت راكبة توك توك وبعض الشباب في مدينة نصر تحرشوا بيها زي ما حضراتكم شايفين كده الفيديو. أنا بصراحة يعني أنا بعرضه وأنا متأسف، يعني سامحوني 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 يا جماعة، والله سامحوني. يعني فيديو بس كان لازم يتعرض، لازم يتعرض. مين بقى اللي جاب الفيديو الجميل ده؟ هو مش جميل كفيديو، لكن جميل ان انت تعرف ان في حاجات بتحصل، في ناس حقوقها بتضيع. السوشيال ميديا
والتليفون المحمول ده يجيب لهم حقهم. وانا ببحث عن مقدم البلاغ المستشار اشرف فرحات صاحب حملة خليها تنضف، انا النهارده تكريما للحملة دي سميت الحلقة خليها تنضف. يا رب تنضف. سيادة المستشار أشرف فرحات معايا؟ ألو؟ المستشار أشرف معانا؟ طيب لغاية ما يجهز المستشار أشرف حملة خليها تنضف، عايز أقول هو مقدم البلاغ، واكتشفت لما بحثت على جوجل وعلى السوشيال ميديا ان حمله خليها تنضف حمله قويه جدا جدا جدا. الحمله دي اتسببت في حبس ناس كتير ما كناش نعرف عنهم حاجه ولا كنا واخدين بالنا ان دول سبب نكبه وسبب قله حياء وقله ادب في المجتمع. انا بحيي المستشار اشرف فرحات صاحب حمله خليها تنضف. معانا سياده المستشار؟ مع حضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بيك. سياده المستشار ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اولا انا بشكر حضرتك على الهوا. شكرا لله يا فندم. وتحياتي لحضرتك ولمجموعه الشباب المحترم اللي في مكتبك، اللي فعلا انا والله انا يعني اقول لك مصادفه عجيبه ان انا اتخيل ان انت كنت سبب في بلاغات كتير جدا ما كنتش اعرف عنها حاجه لما بحثت. انا بشكرك على الهوا. لا تحت امرك يا فندم، تحت امرك. المستشار اشرف فرحات يا جماعه هو صاحب حمله خليها تنضف، وعنده رقم واتساب يا ريت نبحث عنه في جوجل، معروف جدا، بيتبعت له الفيديوهات. هو بيقدم بلاغ للنائب العام عن طريق البلاغ الالكتروني، صح كده يا سياده المستشار؟ والله هو سعادتك البلاغ بيتم بطريقتين، اما عن طريق الكتروني او عن طريق عرايض بتتقدم لمكتب النائب العام في موقعه في الرحاب. تمام. وما بنقدمش اي بلاغ لمجرد ان احنا تلقينا اي فيديو او اي بلاغ من اي مواطن بيبلغنا عن طريق الواتساب الخاص بالحمله، ما بنقدمش اي بلاغ الا لما بنتحرى الدقه تماما عن ان هذا الشخص بالفعل ارتكب فعل مؤثم وفقا للقانون. مش لمجرد ان هو ممكن يكون بيعمل اي فيديو يكون مسيء لبعض الناس من وجهة نظرهم لكنه لا يشكل جريمة. يا رب تنضف يا لكن سيادة المستشار، يا رب البلد والله تنضف فعلا. هي بتنضف يا فندم، هي طيب بتنضف انا وتنضف عايزك من كل يعني انا المواقع. مش هقول المفاجآت اللي انا عرفتها من، لكن عايزك تقول لي اللي انا عرفته فعلا، ان انتوا تسببتوا في قضايا رأي عام بفضل الله. يا ريت حضرتك بقى تقولها لي على الهوا، انا مش هقولها، انت اللي هتقولها. بص حضرتك، احنا كل البلاغات اللي اتقدمنا بيها كان كلها الهدف منها الصالح العام الحمد والمحافظه لله على القيم الحمد لله والمبادئ الحمد لله. للمجتمع المصري. تمام. كان اول بلاغ اتقدمنا بيه كان بيتعلق بالفنانه الاستعراضيه اللي اسمها سما المصري. سما المصري. هو في حد ما يعرفش سما يا سياده المستشار؟ والله يا فندم يعني هي المعرفه بتاعتها للمواقف اللي كانت بتتقدم، الموضوع زاد عن حده بزياده، المواقف بدات توصل ان الناس بدات تعتقد ان الست دي مسنوده وان الست دي يعني وراها ناس بتخليها ما تتمش معاقبتها يعني. المهم احنا تقدمنا ببلاغ، وكان يسبق البلاغ بتاعنا للامانه بلاغ مقدم من المستشار شعبان سعيد عن الفنانه عن الاعلاميه ريهام سعيد في خصوص واقعه معينه كانت تناولت السب والقصف في حقها. وبالفعل البلاغين مشيوا، والبلاغ بتاع ريهام سعيد اخذ حكم بثلاث سنوات بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300,000 جنيه. ده تأيد على ثم الحكم، انا عرفت يعني. ثم عقبوا بلاغ بتاعنا احنا لسه صادر حكم فيه من اسبوع برضه بحبسها 3 سنوات وتغريمها 300,000 جنيه، وقامت بالطعن عليه بالسناب. تمام. في غير شيري بلاغ هانم سما برضو اتحكم المصري، عليها النهارده. غير يا فندم انا هاجي لحضرتك في الموضوع كله، يعني غير سما المصري كان في اكتر من فتاه اخذوا مواقع، اخذوا تطبيق التيك توك
على اساس ان هو واجهه ليهم للمعاملات والبث الفيديوهات المسيئه والمخله والخادشه للحياه، زي منار ثاني، زي رناد عماد، زي هدير الهادي، زي حنين حسام وام حنين بطل حسام. ادهم. كل الالغات دي تقدمنا بيها وكان لينا الشرف ان احنا اصحاب دور في ان احنا نقوم بهذا العمل، ولكن لم ينسب هذا العمل لينا لوحدنا، لان هناك وحدات رصد في مكتب النائب العام، تمام. وحدات رصد الكتروني هي بترصد اي واقعه يتم تسليط الضوء عليها، وبتشوف النفور من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فبيتم يبقى اتخاذ انا الاجراءات القانونيه من قبلهم. بعد اذن حضرتك يبقى انا من هنا بقول تحية اجلال وتقدير للنائب العام وللنيابة العامة على المجهود الجديد والازدهار الذي لم يكن موجودا. طبعا يا فندم هم الاساس وهم الاول، لان احنا مجرد بنستغل حقنا كمواطنين وفقا لنص الماده 25 من قانون الاجراءات الجنائيه، عشان دي برضو نقطه لازم الناس تعرفها، ان مش انا عشان انا محامي او اي حد تاني، لا، ده كل مواطن عالم بالجريمه والنيابه العامه لها اتخاذ اجراءات خاصه بهذه الجريمه ان يبلغ عنها. التبليغ عنها هنا اما بطريق الجهات المعنيه زي الشرطه، زي النيابه، او زي المواقع المخصصه من قبل النيابه العامه، اللي دلوقتي كمان وصلت لمرحله عاليه جدا من التعامل مع المواطنين عن طريق العرائض الالكترونيه انا شايف كده المدفوعه، فعلا، كلام ان سعادتك دلوقتي مظبوط بدل فعلا. اللي دلوقتي حضرتك ممكن تقدم البلاغ كمحامي، حتى ولو كان الامور تتعلق بشكوى يعني لشخص تكون موكل عنه، عن طريق مكتبك وانت قاعد في المكتب من غير ما تنتقل الى ديوان، الى مقر النائب العام، وتقدم البلاغ ويقيد ويجي لك رساله على الموبايل بالاجراءات اللي تمت. فده طبعا عمل رائع جدا، ودي كلها من التوصيات الخاصه بمعالي رئيس الجمهوريه بالتطهير للمجتمع المصري من الافات اللي بدات تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي بدات تسيء الى الشعب المصري اجمع بالنسبه للخارج. يعني انا كمان عندي مكتب خاص بيا في الامارات العربيه، وكنا دايما ابدا بنسمع من الناس الاخوه العرب والناس اللي متواجدين هناك عن كل الافعال اللي دايما تحصل من سما من الناس دي كلها، ودائما ابدا الانتقادات موجوده ليه الناس دي ما والله بتتفقش والله يا معاها سيادة مواقف. المستشار، يعني هم العرب لهم ما لهم عليهم ما عليهم، ولكن احنا بنتكلم عن بلدنا، احنا بنحب بلدنا، عاوزينها تنضف فعلا، مش يا مستنين فندم نصيحة من الدول يا فندم العربية، مع احترامي ليهم يعني. ما لا يا فندم، المسألة مش نصيحة، المسألة ان احنا بنحافظ على قيمنا ومبادئنا من الداخل ومن الخارج، لان انت النهارده المسموع انا عنك معاك، بس خلي بال حضرتك مهم برضو، انت جدا. بتتكلم على الامارات النهارده، برضو الامارات مش فيها الامارات حاجات بس، برضو كله تانية، يعني احنا بنتكلم على بلدنا، احنا بنعشق تراب البلد دي، وانا طبعا فرحان يا فندم، بالجملة اللي حضرتك كاتبها، خليها تنضف، اخترتوها ازاي دي؟ انا اقول لحضرتك العمل بكلمه خليها تنضف هو ليس يتعلق بكل مواقع التواصل الاجتماعي عن فيديوهات او فتيات التيك توك زي ما بعض الناس خصصوا الحمله في هذا النطاق، ولكن احنا بنتصدى لكل السلبيات وكافه انواع الفساد. دور الحمله اصلا هو الموازنه بين حريه التعبير وبين اسكات الاصوات الملوثه السمعيه للسمعيه والبصريه. تمام. يبقى انا النهارده عندي الدور اللي بنقوم بيه مش بس ان احنا بنتصدى لفتاه بتقوم بالاعمال المنافيه للاداب او فعل فاضح او امر خادش للحياه او مخالف للمبادئ والقيم للمجتمع المصري فقط، ولكن احنا بنتصدى لكل عمل سلبي، بدليل ان احنا كان لينا مواقف مع بعض المسؤولين في تصرفاتهم، زي مثلا السيده بتاعت حي التجمع اللي انا عايز حضرتك بقى تكلمني قامت عن الواقعة دي بتنفيذ دلوقتي، الواقعة بقى بتاعت السيدة الافريقية دي. السيدة الأفريقية. احنا جالنا على الواتساب الخاص بالحملة هذا الفيديو، وكان سبقه فيديو آخر لرجل بيقوم بالتحرش بفتيات بأطفال في منطقة التجمع، ولقينا الفيديوهين دول متعاقبين وتم تسليط الضوء عليهم، فقمنا بنشرهم من خلال الجروب الخاص بالحملة، وقمنا بنشرهم في القناة الخاصة بالحملة، وتقدمنا ببلاغ إلكتروني للمعالي النائب العام، وهي تمام. كانت ساعات قليلة جدا من وحدات الرصد والأجهزة الأمنية التي بتعمل بكفاءة عالية جدا، الله. إن تم تحديد الأشخاص المتهمين والقبض عليهم منذ فترات قريبة. يعني ده الكلام لسه ده تم امبارح واول امبارح مننا يا سيادة المستشار. امبارح يا فندم الحدث، لكن النهارده تم إلقاء القبض، ودي تحية لرجال انا يا الشرطة ريت بقى الاستاذ لأنهم وليد ينزل بالفعل لنا صورة المتهمين كده،
وهم مقبوض الستة يا عليهم. فندم اتمسكوا، الستة يا فندم اه اتمسكوا كلهم معانا على الشاشة يعني، هم. اه وبنفس ملابسهم اللي كانوا يمكن بيها في نفس الفيديو، يمكن ما لحقوش يغيروا هدومهم يعني. طب الحمد لله بصراحة يعني عندنا وحدة بحث في وزارة الداخلية قوية الحمد لله اهي. يا فندم، ما هي التحية فعلا لوحدات الرصد الإلكتروني اه أصلا لمباحث الإنترنت التكنولوجيا المعلومات ولوزارة الداخلية، ويسبقهم كل ده وحدات الرصد الإلكتروني لمكتب النائب العام. بصراحة وانا مش مع حضرتك محتاجة. وانا مع حضرتك وانا مع حضرتك بشكر اللي صور الفيديو ده لا، لانه هو انا عايز فعلا اقول لحضرتك على حاجه، انا مع حضرتك في نقطه ان احنا نسلط الضوء على الحدث لمواجهته، ولكن بيني وبينك برضو يعني الفيديو، نشر الفيديو اللي صوره يعني، كان يجب ان انت تتصدى للموضوع بدل ما انت تنشره، او يعني يكون ليك دور ايجابي بدل ما انت بس تتصور انا عشان. هستوقف الكلام مع حضرتك يا سيادة المستشار اتفضل النهارده اتفضل يا اشرف بيه، لو حصل اتفضل ان يا فندم. الراجل ده ما صورش الواقعة دي ولا كنا هنعرف عنها حاجة وحق الست دي هيضيع. لا، ما هو احنا لسه بنتكلم يا فندم في ايه؟ في ان انا صوره زي دي النهارده بدل ما انشرها بغرض ما، في بعض الناس بتنشر للاساءه للدوله، وفي بعض الناس بتنشر للهدف لا اللي احنا بنتكلم عليه. كلام فلو انا سعادتك النهارده مظبوط فعلا. خدت نفس الفيديو يا فندم ورحت اتقدمت بيه للمكاتب المختصه زي مباحث الانترنت ولا الشرطه المصريه، حتى في ديوان اسم مدينه نصر اتقدمت بالفيديو ده، هيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه بس هتطلع خلي بالك الرموز في دي برضو، مواقع انا بالفعل على فكره انا محترمه. موافق، انا موافق على كلام سعادتك فعلا، في ناس بتستخدم الفيديوهات اساءه لبلدنا، بس في نفس الوقت لما بتعمل عمليه راي عام لفيديو معين بيبقى فيه اهتمام من الدوله شويه. ده الجانب الايجابي الوحيد اللي احنا بنتكلم فيه، حتى لما الناس بتعترض علينا في بعض الاوقات ان احنا بنتصدى لامر معين فبنضطر ننشره، زي ما حضرتك دلوقتي حاليا اضطريت تنشر الفيديو عشان تواجهه، فاحنا برضو بنضطر ننشر هذا الفيديو علشان يتم النظر اليه والاهتمام بمضمونه، وخصوصا ان احنا بنكون متقدمين ببلاغ بالفعل لهذا الامر يعني. فاحنا يبقى برضو مع حضرتك نشرنا برضو اصراري. برضو برضو احنا واحنا على الهوا برضو بنشكر وحدات الرصد وبنشكر وحدات البحث في وزارة الداخلية ومباحث الانترنت اللي ساعدت في القبض على هؤلاء الشباب. انا لسه بقول انا شاب مصري اصيل. يا فندم فعلا والله يعني، شوف حضرتك من برضه بعض الاوقات التانيه، لسه اول امبارح، مش بس امبارح الفيديو ده، اول امبارح الرجل بتاع اللي قام بالتحرش بيه الاطفال في منطقه ده التجمع، سافل، اهو ده مش ده واحد ده يا ثوره، راجل ده مش سافل، واحد ده ثوره. ما ينفعش يبقى راجل أصلا. والله يا فندم هي بعض القوانين محتاجه شويه نظر، خصوصا في تشديد العقوبات في بعض الجرائم مثل اللي بترتكب بالنسبه للاطفال او بالنسبه للاعمار اللي موجوده من 17 و16 سنه، والمؤسسات العقابيه لابد ان يكون ليها دور، ومن قبل ده وده لابد من الجانب الأب الاعلامي يكون في والأم، توعيه دائمه الأب والأم والمدرس للرقابه والمدرسة. الاسريه. الرقابه الاسريه ده موضوع تاني خالص، محتاج وقت طويل جدا ان احنا نتكلم عليه. مساله التربيه والتعليم يعني، لو نلاحظ كلمه التربيه مسابقه عن التعليم، فيبقى ده موضوع، ده اللي يتعلق بيه الناحيه الاسريه، لكن احنا بنتكلم من الناحيه التوعيه، واحنا دايما مجتمع بنحتاج دايما نسلط الضوء على امور معينه علشان دايما يكون في اهتمام بيها يعني. الاعلام لابد ان يكون في توعيه، استخدام التطبيقات، الناس بدات تهاجم التطبيقات مش لمجرد ان هم بيستخدموها بشكل ايجابي ولكن بشكل سلبي. طب العيب مش على التطبيق، التطبيق زي الفيسبوك اهو اسمه وسيله تواصل اجتماعي، احنا بنسيء استخدام هذه التطبيقات ومن خلالها بيحصل هذه الجرائم. الموبايل المحمول ده بالنسبه للكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه بتاعته حطت ناس خلف السجون بسبب هذه الكاميرا. ليه؟ لان في اساءه لاستعمال الحريه، في ناس بتسميها بقى حريه تعبير في بعض اللي بيقولوا بعض الاراء معينه، انا ما عنديش ادنى مشكله في انك تقول رايك وانك تعبر بحريه طبعا، لان احنا في دوله ديمقراطيه، ولكن انت حر ما لم تضر يعني، يكون الخطا التعبير بتاعك ما فيهوش اي اساءه لاي شخص حتى ولو كنت تنتقد. النقد مش معناه ان انا اهين، او النقد مش معناه ان انا اغلط. انقد، اتكلم براحتك، قول اللي انت عايزه، خلي نقدك ايجابي عشان نتطور مش عشان الناس تهاجم الناس. طيب بص يا سيادة المستشار، أول حاجة اتفضل. أنا بشكر حضرتك طبعا والحملة الجميلة بتاعت حضرتك. الشباب دول اتحبسوا النهاردة. دول صدر لهم امر ضبط واحضار، وطبعا بيتحقق معاهم يعني هيحصل خلاص امر يعتبر كده تحكمي. في حوزة القضاء المصري والنيابة العامة.
ايوه طبعا، طيب يبقى كده تم المجتمع الاعلان على ده يا فندم في كل المواقع، تم الاعلان على ان تم القبض عليهم. وعلى فكره هي دي النقطه الايجابيه، ان زي ما تم النشر، زي ما تم النشر برضو على ان تم القاء القبض عليهم، عشان الناس ما تعتقدش ان في ناس يعني بتهرب بجرائمها او بتتخفى في امور معينه، او ان الشرطه ما تقدرش تصل. لان في بعض الرسائل لو حضرتك شفتها على التعليقات في الجروب هتلاقي طب وهم وصلوا لهم ازاي؟ طب يعني لما بيحبوا يجيبوا ناس بيجيبوها؟ لا، هي قصه مش كده خالص. والله احنا كان لينا في ناس دعوه بطبيعتها اقمناها، عندها طاقة سلبية بتفرغها دايما في تعليقاتها. احنا يا فندم كان لينا دعوه من غير قطع كلام حضرتك، كان لينا دعوه اقمناها. الدعوه دي كانت دعوه ضد الجهات المختصه بان الزام الدوله بتركيب الكاميرات مش بس على المؤسسات زي الشركات وزي هي البنوك وزي، ملزمة لا دلوقتي، ده بقت قانون على فكرة، بقت ملزمة في كل المحلات وبالفعل يا فندم، وبالفعل نزلت في قانون الجديد للمحال العامه بس. ونزلت في بعض. مفيش وبعدين حد دلوقتي يقدر مثلا يرخص النهارده يا سيادة المستشار بدون إلا ما الكاميرات، يكون عنده كاميرات. بالاضافه بقى يا فندم ان كمان الكاميرات دلوقتي بقى ليها دور ايجابي جدا في هذا الامر. يعني اولا بتسهل على وسائل الشرطيه زي مباحث الوصول للمجرم، يعني مباحث وصول قضاه الداخليه للوصول الى مرتكب مرتكب الجريمة. الجرائم. والنهارده الكاميرا اللي صورت الفيديو ده، احنا النهارده شكر حضرتك ليها من خلال انها وثقت الجريمه ووثقت الفاعلين تمام. فتم القاء القبض عليهم. هنا ده دور الكاميرا اللي احنا بنتكلم عليه. انا يعني تشرفت وشرفت بالمستشار اشرف فرحات صاحب حملة خليها تنضف، وبدعوك للاستمرار وبدعوك للنجاح وزيادة من التفوق، ومتشكر جدا المستشار اشرف فرحات صاحب حملة خليها تنضف. طيب اهو يا جماعه، والله بصوا يعني في ايجابيات برضه اهو. قبضوا على الست شباب، لسه بقول انا شاب مصري اصيل ما عكستش بنت الجيران اهو. الراجل الشباب المصري في برضه ناس ايه يعني مش مؤدبين وبيعملوا حاجات مش كويسه، وللاسف عرضنا على حضراتكم الفيديو، وانا بعتذر للساده المشاهدين وبعتذر لحضراتكم عن هذا الفيديو، ولكن ده واقع حصل وتم القبض عليهم. تحية إجلال وتعظيم وتقدير للنيابة العامة المحترمة التي تغير جلدها وأصبحت في عصر الازدهار ومحاربة الجريمة بجد. تحية لسيادة النائب العام حمادة بيصاوي، ولرجال النيابة العامة، ولرجال القضاء عموما، ولرجال مصر الأجلاء. نيجي بقى الموضوع تاني. في واحدة من الممثلين اسمها ايه بقى، اسمها عارفة، اسمها ايه، انا والله انا بشوفها ساعات كده، اسمها عارفة عبد الرسول. مالها بقى الاخت عارفة دي، الاخت عارفة عبد الرسول دي؟ يا ريت الأستاذ وليد والإعداد ينزلوا لنا صورتها كده، بس بس مش هننزل صورتها بالمايوه، عشان احنا ناس مؤدبين، احنا ناس محترمين وبنحترم المشاهد وبنحترم أخلاقيات الناس. الأخت عارفة دي عبد الرسول، الفنانة عارفة عبد الرسول، مواليد 54، يعني قد ست الحاجة والدتي، واخد بال حضرتك، مواليد 54 يعني عدت الستين. يا سيدي ماشي، مش مشكلة، عايزة تعيش حياتها عيش حياتك، لبست المايوه مش عيب، الله يسهلك، مش موضوعي، في حرية البسي المايوه، لكن تقولي للناس سيبنا لكم الجنة وخلونا احنا في النار، ده كلام لا يليق. هذا الكلام يا أستاذة عارفة عبد الرسول الفنانة اللي هي ليها بعض ال يعني مشتركة في بعض الأفلام والمسلسلات والكلام ده، عادي مفيش مشاكل، احنا ما بنعترضش على حد، لكن معترضين على الكلام، في كلام لا يليق في حق الله ولا يليق في حق المجتمع. عارف يعني ايه تقول لواحد يا عم سيبنا لكم الجنة وخلونا احنا نروح النار؟ ايه الكلام ده؟ ايه الاستهزاء ده؟ وايه الاستهتار ده؟ انتوا بتتكلموا على مين؟
انتوا بتتكلموا عن الجنة والنار. وصل بيك الحال يا اخت عارفة، اربعة مواليد 54، مواليد اسكندرية، بتقول لنا سيبنا لكم الجنة وسيبونا عيش حياتي. يا ستي عيش حياتك، انا مش زعلان والله، عيش حياتك، مش هقول لك حاجة، بس على فكرة ممكن تعيش حياتك وتبقي بتقولي كلام يليق، بتقولي كلام ما يوجعش، بتقولي كلام ما يزعلش. خلي بالك قبل ما احنا نزعل منك ربنا زعلان منك، لان ما ينفعش ابدا نقول سيبنا لكم الجنه وخلينا احنا في النار وسيبونا نعيش. انت بتظهري على الشاشه، في ناس بتشوفك، في شباب بيشوفك، في شابات بيشوفك. حريه الراي يا جماعه معاكو، انا في بلد ديمقراطيه، في حريه راي وكل حاجه، بس خليك مؤدب مع ربنا، وخليك مؤدب مع رسول الله، ومع الأديان، ومع الأخلاق والقيم. بعد كده اعمل اللي انت عايزه. لبست المايوه، كنت فرحانه بالمايوه، الف مبروك عليك المايوه، مفيش مشاكل، لكن انا بقول لك ارجعي لرشدك واعتذري وقولي انا اسفه يا جماعه، ما اعرفش ايه اللي خلاني قلت كده، يا رب تدخلنا الجنه بغير حساب، ده احنا نبوس التراب ونخش الجنه، نقول له يا رب ارضى علينا ودخلنا الجنة، يا رب انت اللي شايف وعارف، سامحنا ذنوبنا كتير. مش هيصة هي، ومحدش يملك مفاتيح الجنة ولا مفاتيح النار، الذي يملكها الله ربنا اللي خلقنا ويتولانا، وهو اللي هيرحمنا وهيعدي الأيام كلها على خير. سيبكوا بقى من الفنانة عارفة، عشان الفنانة عارفة أصل إيه، طلعت مش عارفة. آه والله هي اسمها عارفة وطلعت مش عارفة، واخد بال حضرتك؟ برضو من ضمن الحاجات اللي هنتكلم عليها النهاردة في المصل واللقاح، في مصل نازل للإنفلونزا الموسمية، انفلونزا الموسمية اللي هي بتيجي في الشتاء وبتنتشر. ليه لازم ناخد المصل ده؟ ليه؟ اقول لحضراتكم ليه نطعم بمصل الانفلونزا الموسمية. الناس هتسألني ليه؟ هقول لك ليه. احنا دلوقتي لسه جائحة كورونا منتشرة، ولسه لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي، وحضراتكم عارفين الكلام ده، جائحة كورونا منتشرة، جائحة كورونا بتعيد نشاطها مع دخول الشتاء. طب أنا لما أخد المصل ده هيعفيني من كورونا؟ لا، ملوش دعوة بكورونا، بس هيخليك تفرق ما بين أعراض كورونا وأعراض إنفلونزا اللي هي بتيجي في الشتاء. لما بتاخد المصل بإذن الله طبعا ربنا الحافظ ما بيجيلكش الإنفلونزا العادية. يبقى لو جاتلك أعراض تتوافق مع الانفلونزا الموسميه انت خدت المصل خلاص، تمام عليك، تمام زي الفل، انت كده تمام، مش هيجي لك الايه الانفلونزا باذن الله، ربنا يحفظنا ويحفظكم. لو جات لك اعراض تانية تبقى الاعراض دي تبقى ايه، قد تكون كورونا. يبقى خلاص عارفين الايه، عارفين الموضوع وفاهمين التشخيص الطبي للامر. فلذلك المصل واللقاح فاتح بابه لاخذ مصل انفلونزا الموسمية. الخبر ده كان لازم اقوله لحضراتكم عشان الناس تنتبه، لان احنا على مقربة من موسم الشتاء. ربنا يحفظنا ويحفظكم باذن الله سبحانه وتعالى. طيب انا مستني برضو مداخلة المستشار احمد مهران. طيب انا طبعا من خلال برنامج ضد الفوضى بتقدم بخالص العزاء للشعب الكويتي في الشيخ صباح الأحمد الذي نال وسام أمير الإنسانية من الأمم المتحدة. الأمم المتحدة يا جماعة ما بتجاملش حد،
ما بيدفعلهاش فلوس عشان يتقال على فلان كذا وفلان كذا. الراجل المحترم الشيخ صباح الأحمد أنا بنعيه وبنعي هذا الشيخ الأمير شيخ أمير دولة الكويت الشقيقة، وبعزي الشعب الكويتي في أمير الإنسانية. هذا الرجل نال أمير الإنسانية من الأمم المتحدة. عارف ليه؟ لأنه كان بيساعد الفقراء على مستوى العالم مش في بلده بس. الراجل ده كان نزيه جدا على فكرة، كان راجل متوازن إنسانيا. يقولوا له ازعل من فلان، يقول لهم ما عملش معايا حاجة وحشة فمش هزعل منه. كان متوازن في التعاملات. أنا بعزيه وبعز الشعب الكويتي وبقول أمير الإنسانية شخص كان يملأ العالم بالرحمة ويملأ العالم بالروح الطيبة، كان روحه طيبة رحمة الله عليه. أنا بعزي المصريين وإخواتنا في الكويت والشعب الكويتي، ويا رب يحفظ كل الناس الطيبة ويحفظ كل الناس اللي بتراعي الفقير وتراعي المسكين وتراعي الناس اللي محتاجة، يا رب يحفظهم ويبارك في حياتهم يا رب العالمين، ويدخلوا البسمة والبهجة على فقراء وعلى الناس اللي محتاجة وعلى الناس اللي مش قادرة يا رب العالمين. معانا مداخلة؟ ألو؟ مستشار أحمد مهران معانا؟ ألو؟ طيب لغاية ما يخش معانا المستشار أشرف، مستشار أحمد مهران. مستشار أحمد مهران هو المحامي لسيدة المحكمة اللي هي السيدة التي حدثت لها واقعة المحكمة ولبس الكمامة وشتمت ال... ألو؟ ألو؟ سيادة المستشار أهلا وسهلا. إزاي معاليك يا فندم؟ إزيك يا وائل بيه؟ إزاي حضرتك؟ منورنا. ربنا يخليك يا حبيبي. أولا حضرتك المستشار والمحامي لسيدة المحكمة، صح كده؟ أنا لحد امبارح كنت المستشار والمحامي للأستاذة نهى الإمام المعروفة إعلاميا بسيدة المحكمة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية سيدة المحكمة، لكني أنا اعتذرت وانسحبت من القضية امبارح. طب ممكن نعرف من سعادتك سبب الانسحاب؟ يعني حضرتك راجل قانون وعارف إن المحامي في شغله بيبقى له نظام ومنهج بيمشي بيه. تمام. وان بيكون ليك خطه دفاع وتصور في التعامل مع هذه النوعيه من القضايا خاصه وانها قضيه راي عام. تمام. ومن غير المقبول ان يحصل تدخلات بقى من الاهل ومن القرايب ومن المعارف ومن الاصدقاء، وده يقول لك نعمل كذا، وده يقترح، وده عايز يوجهك، وده عايز يشغلك، وده يقول لك قول ايه، وده يقول لك ما تقولش ايه، ويقول لك وناس تقترح من معارفها ومن اخواتها احضر، لا ما تحضرش، لا نرد القاضي، لا نجيب شهاده انها مريضه نفسيه، لا نعمل تدخلات غريبه وكلام غير مقبول. مع العلم يا سياده المستشار ان انا قرات التحقيق بتاعها، المحكمه كانت منصفه جدا جدا في توجيه الكلام للضابط. والله احنا يعني لا نشكك في نزاهه القضاء المصري. لكن المساله متعلقه باطراف متدخله في القضيه من معارفها ومن اخواتها من قرايبها، بيحاولوا ان هم يوجهوا القضيه او يوجهوا الموضوع في اتجاه معين، عايزين يغيروا نتيجه معينه، عايزين تدخلات غير مقبوله بالنسبه لي كمحامي، وانا ليا اسمي ان انا اخد توجيهات حد يقول لي اعمل ايه وما تعملش ايه، انا عارف شغلي وعارف كويس قوي ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، وانا لما اتطوعت للقضيه دي وانا تطوعت لله ما خدتش منكم جنيه في القضيه دي، كان هدفي ان احنا نظهر الحقيقه. لكن تمام. محاولة التدخل بصورة أو بأخرى لتغيير مسار القضية
او الافتئات على الحق او تزييف الحقيقه او تغيير، ده امر بالنسبه لي غير مقبول. انا راجل قانون واحب اشتغل شغل قانوني. بنحفظك يا سياده المستشار. طيب سريعا عشان وقت برنامجنا، انا محتاج من حضرتك تقول لي مشهد الانتخابات النواب 2020 عشان عندي معلومات وعندي كده ايه شويه مناقشات بيقولوا ان احتمال ان هي تؤجل. هو اللي انت بتقوله ده صح، انا اتفق معاك، انا كمان عندي معلومات، وانا اتصور ان خلال ساعات هيبقى في قرارات سياديه بعوده انعقاد البرلمان المصري مره اخرى لتستكمل دور الانعقاد الاخير تمام حتى شهر يناير، ثم تعلن اللجنه العليا للانتخابات او الهيئه الوطنيه للانتخابات عن فتح باب الترشح مره اخرى واجراء الانتخابات البرلمانيه المقبله. ده امر قانوني ومنصوص عليه ووفقا لاحكام القانون. طب هل صدر قرار، هل صدر حكم من القضاء الاداري النهارده ولا حاجه؟ لا، كل الدعاوى اللي رفعت امبارح والنهارده في الطعون المقدمه على قرارات الهيئه العليا للانتخابات سواء كانت برفض رفض اوراق او قبول او رفض قبول كلها اجلت لبكره. بكره ان شاء الله عندنا جلسه كبيره جدا في مجلس الدوله امام اللجنه الاستثنائيه اللي شكلت بقرار من وزير العدل لفحص كل هذه الطعون. ده الشق العاجل بقى، ده الشق العاجل صح كده؟ شق عاجل طبعا. طبعا شق عاجل، وان شاء الله هيكون بكره في اجراءات قانونيه وهيكون في احكام هيوضح من خلالها المشهد القانوني والمشهد السياسي. انا والله يعني سعيد ان انا يعني تشرفت وشرفت ان حضرتك في مداخله معايا في البرنامج، وان شاء الله باذن الله في تواصل مع حضرتك وفي اتصال. شكر يا احمد بيه، ربنا يبارك في حضرتك. اهلا وسهلا. شكر سعد. اتفضل. شكر فندم. كان معانا المستشار احمد مهران المحامي والمستشار لسيده المحكمه، وانسحب من القضيه. يعني كل واحد طبعا له رؤيته، انا بشكره طبعا على الهوى ان هو دخل معنا في مداخله ولم ينكر ما حدث. الاهليه بتبقى عاوزه تدخل نفسها في حاجات، ودايما المحامي بيبقى ليه شخصيه معينه في القضيه، ما تحاولش توجهه، ما تحاولش تغير من تفكيره. المهم ربما نسمع خلال ساعات في مشهد انتخابات 2020. لو في اتصالات طبعا الاستاذ وليد او الاستاذ حسن يدخلها لنا. طيب النهارده صدر حكم بحبس شيري هانم وبنتها زمر رضا 6 سنوات محكمة الاقتصادية برئاسة مروة هشام بركات رئيسة المحكمة، بحبس شيري هانم اللي هي كانت يعني على التيك توك بقى وعلى السوشيال ميديا، وكانت يعني ربنا يحفظنا كانوا يعني عملوا يعني اعتداء على القيم الأسرية. كنا لسه مع المستشار أشرف فرحات في خليها تنضف، كان هو برضو من ضمن الناس اللي قدموا بلاغات في شيري هانم دي وغيرها. شيري هانم دي انتهكت حرمة المجتمع المصري، هي وبنتها دعوا للدعارة، ربنا يحفظنا ويعافينا يا رب العالمين، ونزلوا مقاطع خادشة للحياء. النهاردة بفضل ربنا المجتمع بينضف، اتحكم عليهم 6 سنوات وغرامة 100,000 جنيه من القاضية مروة هشام بركات. تحياتي للقضاء المصري ودعوة لخليها تنضف، احنا عايزين البلد تنضف فعلا، عايزين البلد تنضف. فاحنا النهارده يا جماعه برضو خلينا يعني نتكلم برضو بشيء من الاهميه. النهارده في خبر انا قراته عجيب جدا وعجبني بصراحه، يعني رئيس البرازيل، خلي بالكوا التشريع المصري يسبق التشريع البرازيلي بسنوات، ومصر التشريع فيها من قبل التاريخ، قبل ما يعملوا تاريخ في تشريع اسمه التشريع المصري. النهارده رئيس البرازيل عمل ايه؟ طلع قانون بمعاقبة اي واحد يعتدي على حيوان اليف 5 سنوات حبس، وتثبت عليه الواقعة. في مداخلة معانا يا استاذ وليد؟ طيب الاستاذ عنتر صح كده؟ الو؟ طيب لغاية ما تيجي المداخلة يا جماعة، رئيس البرازيل في تشريع النهارده طلع قانون
ان اي حد يعتدي على حيوان، طبعا مش على اسد مثلا لان الاسد ما حدش يعرف يقرب منه اساسا، لا احنا بنتكلم على الحيوانات الاليفه اللي هي الحيوانات اللي هي يعني القطط، الكلاب اللي هي المستأنسه مش الكلاب المتوحشه، واخد بال حضرتك؟ الحيوانات اللي هي اليفه عدم الاعتداء عليها، اللي يحصل منه اعتداء على حيوان يتحبس 5 سنين. انا بوجه عناية دولتنا المحترمة ان لازم برضو يبقى احنا عندنا تفعيل لده، لازم ما يبقاش في اعتداء على الحيوانات، لان الحيوانات دي توازن بيئي. خلي بالك ربنا ما بيخلقش حاجة كده، كل حاجة ليها توازن في الكون. النملة توازن بيئي، الصرصار ده توازن بيئي، الفار، الحيوانات اللي احنا بنشوفها نقول هو ربنا خلق الهاموش ده ليه؟ ده توازن بيئي يا حبيبي، ده توازن بيئي ربنا هو اللي خلقه. في حاجات مضرة امرنا ان احنا نقاتلها ونقتلها زي البرص مثلا والعقرب والحاجات اللي هي المضرة، واخد بال حضرتك؟ فالنهارده التشريع المصري اللي هو سبق الناس بزمان، التشريع المصري ده له قديم التشريع، احنا قدام قوي في القوانين، عندنا قوانين من قبل ما يقولوا تاريخ، من قبل ما البشريه تعرف يعني ايه قوانين ويعني ايه انضباط مجتمع. فالنهارده في تشريعات اجنبيه سبقتنا، لما يقول لك الحيوان الاليف اللي يعتدي عليه ياخد 5 سنين، انا بوجه عنايه دولتنا ان يبقى في تفعيل لده. الو؟ ايوه يا فندم، مع حضرتك. مين معايا؟ اتفضل. عنتر نوكيا حضرتك من بابا. اهلا وسهلا استاذ عنتر، ازي حضرتك؟ سياده المستشار وائل ابو شوشه، حضرتك احنا بنتابع البرنامج بتاع سعادتك. ربنا يكرمك علشان حبيبي. علشان حضرتك بتتكلم عن الغلبان. الله يكرمك. والغلبان طبعا حقه مهدور في البلد فعلا، يعني هو ده مش قليل قوي اللي بيتكلم عليه بقى، بس طبعا احنا هو هي مصر، هي مصر كلها دلوقتي غلابه يا عنتر. ايوه يا فندم حضرتك طبعا والله. فحضرتك احنا بنتكلم دلوقتي بالنسبه للناس اللي ادم بقى اتكلمنا بقى على الغلبان، احنا بنتكلم حضرتك بالنسبه لموضوع الانتخابات اللي جاي بامر الله رب العالمين. عايزين نوعي الشعب او نوعي الجمهور، يعني اتفضل. عايزين نعمل توعيه حضرتك للجمهور او للشعب او الناس الغلبان، للغلبان بالذات، ان احنا اللي بيجي بيرشح نفسه عضو مجلس الشعب في كتير منهم بيوزع شاي وسكر وفلوس، احنا مش عايزين الموضوع ده، احنا الموضوع ده تعبنا منه. انت راجل، من انت راجل طويلة. مواطن محترم فمش هتاخد وهترشح اللي يستاهل. واللي هيمثلنا حضرتك مجرد ان هو يوزع 5 جنيه او 50 جنيه على مواطن فهو مش هيعمل حاجه بالمره. بس خلينا نتفق يا استاذ عنتر ان الظروف الاجتماعيه اللي احنا بنعيشها دلوقتي، الغلبان او الفقير لو شاف 50 جنيه ولا 100 جنيه غصب عنه يقول لك خلاص اروح ادي صوتي للراجل ده. ما حضرتك ما هو مفيش هنا، بس دي خلي بالك دي رشوه انتخابيه وبيعاقب عليها القانون. رشوه انتخابيه ويعاقب عليها القانون، وده حضرتك منتشر. فاحنا عايزين نعمل توعيه لاي مرشح يدعو مجلس الشعب يوزع فلوس او هدايا او امثله من هذا القبيل، احنا المفروض ان احنا ما نمشيش وراه ولا نديله. انا بتفق مع حضرتك يا استاذ عنتر في هذا، بتفق معاك واعتقد كل المصريين بيتفقوا، احنا ما بنديش صوتنا غير اللي يستاهل صوتنا، يكون اهل، يكون ذو قيمه، يكون متعلم، يكون عالم في الامر، يكون رشيد، يكون ماله حلال. ايوه يا فندم، الله يبارك لك حضرتك، هو ده الموضوع المهم في الفتره اللي احنا مقبلين عليها. طيب بامر الله في حاجه تانية يا استاذ عنتر عند حضرتك؟ بالنسبه بقى العماله المصريه اللي بقت في الحديد، الناس مش لاقيه تاكل بجد، واتكلمنا قبل كده في كذا موضوع. طب ما هو سياده الرئيس برضو او الدوله لسه من يومين ابتدوا يعني هو هينزلوا 500 جنيه تاني برضو للناس اللي هي ما فيش مشكله يا سياده الرئيس، فوق دماغنا طبعا، بس حضرتك القرارات دي قرارات يعني 500 جنيه هيعملوا ايه طبعا للمواطن فقير؟ طبعا ما يعملوش حاجه، مش هي بس هي يعني عارف انت ايه بيقول لك نوايا تسند الزير يعني.
ايوه يا فندم، بس احنا منتظرين من سيادة الرئيس اكتر من كده، لان احنا برضك بقالنا فتره بنعاني. وانا معاك وانا معاك وبقول وانا معاك يا استاذ عنتر، انا معاك وانا مستني مع حضرتك من سياده الرئيس ومن دولتنا اكتر من كده، لان حضرتك الناس دلوقتي بقت غلابه بجد، يعني مش لاقيه تاكل بجد والله. الشباب فعلا محتاج. واحنا بنتشرف بسيادتك طبعا عشان بتتكلم على الغلبان، وارجو ان انت طبعا تدعم الغلبان في كل حلقات حضرتك. ربنا يبارك فيك يا استاذ عنتر، احنا متشكرين لحضرتك. في اي حاجه عاوز تقولها تاني؟ متشكرين لسيادتك على حسن الاستماع طبعا حبيبي. متشكر يا استاذ عنتر، متشكر. كان معانا الاستاذ عنتر من امبابه، نصيحته جميله والله، انا شايف ان نصيحته في وقتها، نصيحه في وقتها. النهارده في انتخابات، النهارده انت رايح تنتخب. طيب انتخب مين؟ انتخب اللي هو هيديني الخمسين جنيه والمية جنيه؟ ابقى انا راجل مش كويس، يبقى انا بوظت البلد. انتخب اللي هيديني كيلو سكر وكيلو زيت؟ لا ما ينفعش، يبقى انت راجل مش تمام. ادي صوتك للمحترم، ادي صوتك لابن الاصول، ادي صوتك للمؤدب، ادي صوتك للي يعرف ربنا، ادي صوتك للي عنده اخلاق، ادي صوتك للي بياكل حلال، ادي صوتك للي يستاهله. انت اللي هتدي صوتك مش انا، انا هدي صوتي اللي انا عايز اديهوله براحتي، لكن انت برضو اوعى حد يتحكم فيك، اوعى حد يغرك بفلوس، بزيت، بسكر، بغيره. وعلى فكرة كل ده بيتابع من الدولة، والدولة حريصة ان هي تمنع كل هذه المهازل. مفيش حد ابدا، خلي بالكم برضو عشان تبقى فاهمين، مفيش حد في الدولة بيرضى بالغلط. زي ما احنا لسه كنا مع بعض حملة خليها تنضف من شوية، بلغات لمكتب النايب، حبست ناس، جابت شباب مش محترم اتحبس. عشان كده نصحى ونفوق، مش هنفضل ناكل فول وطعمية وننام، مش هنفضل في الهم ده كتير. فوقوا بقى، فوقوا، المجتمع بيضيع من ايديكم. امنعوا الفساد، حاربوا اي واحد بيضلل الناس. محتاجين بلدنا تبقى جميلة، محتاجين بلدنا تبقى في العلالي، محتاجين بلدنا مصر التاريخ. الاهرامات اللي في الجيزة دي لو بصيت لها وعرفت حقيقتها هتقول انا مصري، ودي وده تاريخ بتاعنا. ايه اللي انا بعمله في نفسي ده؟ ايه الاخلاق الزبالة اللي الناس ماشية بيها دي؟ فين الشباب المصري الاصيل؟ فين اخلاقنا؟ فين تربيتنا؟ خلاص كلها بقت تيك توك، كلها بقت تطلع ترقص، كلها بقت تطلع تغني. اصل الغنى بيجيب فلوس، الغنى بيجيب فلوس. ماشي يا عم غني، بس غني حاجه الناس تفهم منها نصيحه. انا بشكركم، ويا رب ببركه النبي الغالي والكريم رب العالمين اشوف بلدي مصر في العلالي ودايما محفوظه يا مصر. واشوفكم على خير. وائل أبو شوشة ضد الفوضى.